فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، اللهم يا من تكشف الضر، اللهم يا من تجيب المضطر، سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. الحمد لله فارج الكروبات، الحمد لله مغيث اللهفات، الحمد لله مجيب الدعوات، الحمد لله كاشف الهم وكاشف الضر، مغيث دعوة المضطر، فما سأله سائل فخاب. الحمد لله الرحيم التواب، الحمد لله الكريم الوهاب، الحمد لله الذي يطلع على أعمال عباده فيغفر ذنبا ويستر عيبا ويجبر كسيرا ويغني فقيرا ويقسم ظالما وينصر مظلوما. سبحانك وبحمدك، سبحان من رزق الحية في العراء، سبحان من رزق الطير في طبقات الهواء، سبحان من يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار، سبحان من لا تخفى عليه خافية، سبحان من لا تخفى عليه خافية، سبحان من لا تخفى عليه خافية، سبحان من يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سبحان من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه وبرحمته كشف الضر عن يونس إذ ناداه، سبحان من يقول للشيء كن فيكون وبرحمته رد يوسف بعد طول غياب إلى يعقوب. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، اللهم سبحانك وبحمدك ما أعلاك وأرفعك، سبحانك ربنا ما أحسنك وأجملك، سبحانك ربنا ما أقواك وأمنعك، سبحانك ربنا ما أحسنك وأرحمك، سبحانك ربنا ما أحسنك وأرحمك، سبحانك ربنا ما أغناك وأكرمك، سبحانك ربنا ما أعلاك وأرفعك. وجهك أعظم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أعظم العطايا وأغناها، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتكشف الضر، وتجيب المضطر. من الذي دعاك فما أجبته؟ ومن الذي سألك فما أعطيته؟ من الذي دعاك فما أجبته؟ ومن الذي سألك فما أعطيته؟ من الذي دعاك فما أجبته؟ ومن الذي سألك فما أعطيته؟ من الذي وقف ببابك فطردته؟ سبحانك يا غني، سبحانك يا كريم، سبحانك يا رحيم، سبحانك يا جبار، سبحانك يا منتقم، سبحانك يا عزيز، سبحانك يا رحمن، سبحانك يا رحيم، سبحانك يا محسن، سبحانك يا غني، سبحانك يا عالي، سبحانك وبحمدك ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك. سبحانك وبحمدك أمرتنا فلم نأتمر، ونهيتنا فلم ننزجر، وخوفتنا فلم نعتبر، فلا نحن أبرياء من الذنب فنعتذر، ولا نحن أقوياء عليك فننتصر. ليس لنا إلا جودك ورحمتك، ليس لنا إلا جودك ورحمتك، ليس لنا إلا جودك ورحمتك. يا عظيم المن، يا عظيم المن، يا كريم الصبح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، 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 يا باسط اليدين بالرحمة. وجهك أعظم الوجوه، وجهك أعظم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أعظم العطايا وأغناها. في السماء ملكك، في السماء ملكك، في السماء ملكك، وفي الأرض عظمتك، وفي البحر قدرتك، وبالعذاب سطوتك. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين، اللهم قد دعوتنا فأتيناك، اللهم قد دعوتنا فأتيناك، اللهم تركنا زوجاتنا، وتركنا أبناءنا، وتركنا دنيانا، وتركنا بيوتنا وأعمالنا، وأقبلنا بقلوبنا إليك، وقفنا ببابك، وقفنا ببابك، وقفنا ببابك يا كريم، وقفنا ببابك يا كريم، وأنت أرحم بنا من أمهاتنا، أنت أرحم بنا من آبائنا، أنت أرحم بنا من أنفسنا. اللهم املأ قلوبنا بحبك، اللهم املأ قلوبنا بحبك، اللهم املأ قلوبنا بحبك،
اللهم املأ قلوبنا بحبك، اللهم قد رفعنا إليك أكف الضراعة، فاجعلنا من أهل الحوض والشفاعة، ولا تخزنا يوم تقوم الساعة. اللهم كم من ذنب رأيتنا عليه وسترتنا، كم من ذنب رأيتنا عليه وسترتنا يا جميل الستر، كم من صلاة نمنا عليها وما عاقبتنا، وكم من صدقة بخلنا بها وزدتنا، وكم من زكاة أخرناها وما أفقرتنا، وكم من صوم خربناه وما عاقبتنا. تحفظ صحتنا وتزيد من مالنا وتديم سترنا يا جميل الستر، يا جميل الستر، يا جميل الستر، يا عفو يا رحيم، يا رحيم يا رحمن، يا كريم يا غني، يا عزيز يا جبار، يا سلام يا مؤمن يا مهيمن. سبحانك وبحمدك، سبحانك وبحمدك، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، اللهم يا من يعلم السرائر والضمائر، اللهم يا من هو أول وآخر، يا من هو باطن وظاهر، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك، سبحانك عدد خلقك، سبحانك رضا نفسك، سبحانك زينة عرشك، سبحانك مداد كلماتك، سبحانك وبحمدك نحمدك حمدا يملأ أرجاء سماواتك ويملأ أرجاء أرضك، نحمدك حمدا عظيما جليلا كبيرا، نحمدك يا ربنا حمدا عظيما، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك ألا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم اغفر ذنبنا، اللهم استر عيبنا، اللهم استر عيبنا، اللهم ارفع درجاتنا وتقبل حسناتنا وكفر سيئاتنا، وأدم سترك الجميل علينا، وأدم سترك الجميل علينا، وأدم سترك الجميل علينا، وأصلح ذرياتنا وزوجاتنا، وأصلح ذرياتنا وزوجاتنا، وأصلح ذرياتنا وزوجاتنا يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء، والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم احفظ أبناءنا، اللهم احفظه من التدخين والمخدرات ومن المسكرات ومن جميع الآفات. اللهم احفظنا من سحر الساحرين وكيد الكائدين وحسد الحاسدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا بحفظك يا رب العالمين. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من عليه دين إلا وسعت عليه لقضاء دينه، ولا من يحتاج إلى مصدر رزق إلا أعطيته. يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة. اللهم إنا نسألك لإخواننا في كل مكان أن تكشف كرباتهم، اللهم إنا نسألك لإخواننا في سوريا أن تكشف عنهم ضرهم، اللهم اكشف ضرهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم صوب رميهم، اللهم صوب رميهم، واجمع كلمتهم،
وسدد آراءهم، اللهم يسر لهم الدفاع عن أهلهم وأعراضهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يسر وصول المال والسلاح إليهم يا حي يا قيوم، اللهم أرنا عجائب قدرتك في الظالمين، اللهم أرنا عجائب قدرتك في الظالمين، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية، يا رب مزق ملكهم، يا رب مزق ملكهم، وفرق جمعهم، وشتت كلمتهم، وشتت شملهم، وخالف بين كلمتهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم مزقهم في البلاد تمزيق الريح الجراد، اللهم رحماك بدموع اليتامى، اللهم رحماك بالأرامل، اللهم رحماك بفتيات اغتصبا، اللهم رحماك بأطفال ذبحوا بالسكاكين، اللهم رحماك بآباء قهروا، اللهم رحماك بهم، اللهم رحماك بهم، اللهم رحماك بهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، ليعلم الظالمون أن لنا ربا ندعوه فيستجيب لنا، وأن لنا خالقا نستنصره فينصرنا، اللهم أغثنا وأغثهم، اللهم أغثنا وأغثهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا رب اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك، واختم لنا وله بخير يا رب العالمين، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره، وسع له في قبره، وسع له في قبره، وضاعف له حسناته، وتجاوز عن سيئاته، واجعل قبره روضة من رياض جناتك، واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين يا حي يا قيوم، اللهم أعنا على بر والدينا أحياء وأمواتا، اللهم أعنا على بر والدينا أحياء وأمواتا، اللهم اجعلنا بارين بهم يا رب، اجعلنا قرة عين لهم يا حي يا قيوم، اللهم واصلح أبناءنا واجعلهم بنا بارين ولأعيننا قارين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، اللهم وإنا نسألك يا حي يا قيوم في هذا اليوم المبارك أن تحفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم إنا نسألك أن تحفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم من أرادهم بسوء أو مرض أو بيئة أو تفجير أو إحراق فرد كيده في نحره، واجعل تخطيطه تدبيرا عليه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين، اللهم واجزي من خير جزائك كل من يقوم برعايتهم يا رب العالمين، اللهم اجزهم من خير جزائك، وارزقنا وإياهم الإخلاص لك وحدك في القول والعمل يا حي يا قيوم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إن نبيك صلى الله عليه وسلم أخبرنا فيما أوحيت إليه أنه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله رقابا من النار من هذا اليوم الذي نحن فيه، اللهم وإنا قد اجتمعنا بين يديك، قد تجردنا من لباسنا، وتركنا دنيانا وأهلنا وأولادنا، وأقبلنا حبا لك، أقبلنا حبا لك، أقبلنا حبا لك، ورغبة فيما عندك، وطمعا في مغفرتك، وطمعا في منك وكرمك، فيا عظيم المن، يا عظيم المن، يا كريم، يا كريم، اللهم يا كريم يا رحيم، اللهم نحن عبيدك بين يديك، وأنت سيدنا العظيم، أنت سيدنا العظيم سبحانك، أغلقت الملوك أبوابها، وقامت عليها حجابها، وأنت يا سيدنا وملكنا قد فتحت بابك للسائلين، اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، إنه لا تضرك معصية العاصي ولا تنفعك طاعة الطائعين، اللهم يا حي يا قيوم، فإنا نسألك ألا تردنا خائبين، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم يا سيدنا ومولانا وملكنا وعظيمنا، اللهم أعتق رقابنا من النار يا ربي، أعتق رقابنا من النار، ووالدينا ووالد والدينا، وأبنائنا وأزواجنا وأحبابنا ومشايخنا، ومن أوصانا بالدعاء، ومن له حق علينا ومن لنا حق عليه، والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا حي يا قيوم، اللهم إن نبينا صلى الله عليه وسلم حدثنا أن ربنا حيي كريم، يستحي إذا رفع العبد إليه يدعوه أن يردهما صفرا خائبتين، اللهم فإنا عبادك وأنت كريم عظيم حيي غني كريم يا رب، فلا تردنا خائبين
يا ربي فلا تردنا خائبين، يا ربي فلا تردنا خائبين، يا ربي فلا تردنا خائبين، إن طردتنا فإلى من نلجأ، إن طردتنا فإلى من نلجأ. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.